الرياضيات وبحكم حساباتها المعقدة والتي ينفر منها العديد من التلاميذ والطلبة، إلا أنه هناك من يجد متعة في دراستها لما فيها من حلول لكل المشاكل والمسائل. فهنا بباب الزوار تم اتخاذ هذه الأدوات لتمرين الطلبة على التفكير والتسلية في نفس الوقت، كما يعمل هؤلاء على الخروج بمشاريع من خلالها. الطلبة المسجلين في تخصص الرياضيات يساوي 25,000، ويؤطرهم حوالي 3,000 أستاذ، أي يصبح نسبة التعطير تعطينا واحد أستاذ لكل 12 طالب. فيه تخصصات كثيرة، يمكن القول أنه هناك 11 تخصص في الرياضيات في الليسانس، 51 تخصص في الماستر، و 81 تخصص في الدكتوراه. نقص توجه وهكذا، يعني باش نحاولوا نساعدوا، يعني هذا نحفزوا يعني التلاميذ باش يتوجهوا الى هذه الماده اللي هي الماده يعني الاساسيه للتطور، لان بلا رياضيات ما فيش يعني ما فيش تطور تكنولوجي. اعتمد انهم على كانهم العاب باش نبينوا بلي هما جد صعبه المشاريع تاعنا، مثل اون ليزا سامبليفيي كو يبانوا انهم العاب. ما بذلك جاو تلاميذ من المتوسطه والابتدائي، قدرنا نورو لهم كيفاش يلعبوا هذه الالعاب بطريقه جد بسيطه. المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والتي استحدثت قبل عامين فقط بها طلبة أكفاء وتخصصات متنوعة، وهكذا يتم توظيف المتخرجين. بالنسبة للرياضيات هناك عدة تخصصات، وفي كل تخصص عنده مخرج في كل وشتى الميادين. حاليا هناك ميادين الطاقة، هناك ميادين البنوك والتأمينات والتجارة، هناك ميادين البيولوجيا والفلاحة والتكنولوجيا التغذية، هناك عدة مجالات أين يكون هذا المهندسين المختصين في الرياضيات عندهم ويلعبوا دور إن شاء الله في المستقبل. في هذا العالم يا سنة 2022 تحصلت على شهادة مشرفة وعلى جائزة خاصة، هي جائزة مريم مرزاخاني لأول طالبة في إفريقيا. لا يمكن فقط وصفها بمادة أو علم، فقط هي شيء للمتعة، شيء للاكتشاف، هي مجال للبحث وكذلك. إبراز دور الرياضيات في الحياة الإنسانية كانت محل اهتمام كلية الرياضيات بباب الزوار والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي عبد الله لترغيب الطلبة أكثر للالتحاق بالشعبة، والأهم من ذلك ترغيبها في الأطوار التعليمية الثلاث.